السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي احول ملف من لوكال لسنترال؟ وده هيفيدني كتير في ان احنا كلنا نشتغل مع بعض في نفس الوقت. طيب يبقى انا هدوس هنا على ورك سيت، او من كولبريت هدوس على ورك سيت. تمام، بيقول لي هيعمل ايه؟ بيقول لي كل الشغل الليفلات والجريد هيحطه على ورك سيت اسمها شيرد ليفل اند جريد، واي شغل تاني هيحطه على ورك سيت 1. بعد كده تقدر تسمي اسامي كتيره مختلفه، فاقول له اوكي. كده هو يعمل لي اتنين ورك سيت افتراضيين، وانت بعد كده تبدأ تحط كل حاجة على الورك سيت اللي انت عايزها، وتقدر تنشئ ورك سيت جديد. هو خلاني انا الاونر، وهنا البرورث لو حد مستلف مني حاجة. تمام، هقول له مثلا انا عايز احط هنا الولز، وتقدر تسميها بالعربي بالانجليزي، ممكن تخلي مثلا هنا باسامي الاشخاص، ده ورك سيت بتاعت احمد، ده ورك سيت بتاعت محمد، وهكذا. تقدر تعمل ورك سيت تانية تسميها مثلا فرنتشر، او تسميها كولوم، او تسميها فلورز، زي ما انت عايز. وممكن تسميها بالدور الاول والدور الثاني والدور الثالث وهكذا. بيقول لي عايز تسمي الفلور دي الفلور، تخليها هي الاكتف ورك سيت. هقول له نو، وخلينا شغالين على ورك سيت 1. طيب ممكن بعد كده تعمل سيلكت اول وفلتر، واقول له انا عايز بس الوول بس. وممكن اخد معايا الكيرتن لو انا حابب، لو انت حابب يعني. تمام، طيب الوول ممكن اقول له دي على ورك سيت اللي اسمها وولز. خلاص هي كده، لما اتعلم على الوول هتروح على، هتلاقي على ورك سيت اللي اسمها وول. وممكن تعمل سيلكت تاني وفلتر، وتقول له انا عايز الفلور، الفلور دي هتحطها على ورك سيت فلور، او يعني التقسيمه دي زي ما انت عايز، حسب ما المكتب بيحب ان هو يقسم الشغل. تمام كده احنا عملنا ورك سيت. لما تيجي بقى تعمل سيف، تمام، وخلينا مثلا سيف على الديسكتوب، خش هنا في الاوبشن هتلاقي انت عايز كام باك اب، خليها مثلا 3. تمام براحتك، انا عاده بخليها يعني ممكن 3 4 5 زي ما انت عايز. عايز اني صوره هي اللي تبقى موجوده في الصوره المصغره لما تعمل سيلكت، ممكن تخليها اي واحده من هنا. تمام، ويخليها يعمل ابديتد. والورك سيت ممكن تقول له انا عايز اول او لاست فيو او سبيسيفاي، خليها مثلا اول، اوبن ورك سيت ديفولت. تمام خلص، دي كده اصبحت هي الورك سيت الاساسيه، او هو ده ملف السنترال. يبقى لازم نقفل الملف بتاعنا ونيجي نفتحه تاني. كده انت شغال سنترال، ما ينفعش حد يشتغل معاك في نفس الوقت. كده احنا لسه ما عملناش حاجة، لازم اقفل خالص واجي هنا اوبن واختار الملف بتاعي. طيب لازم تقول له كرييت نيو لوكال، لو انت شايل العلامة دي يبقى هتفتحه كسنترال وده يعمل لك مشكلة. يبقى لازم كرييت نيو لوكال هنا ديتاتش فروم سنترال. تمام، ده لو انت عايز تعمل كوبي منه منفصل ومفيش لينك بينه وبينك، يعني لو عدلت على الملف اللي انت هتفتحه بعد ما دوست ده مش هيعمل ابديت او تحديث للملف دوت. طيب في حاجه مهمه جدا جدا، ويكون هو ده سبب ان انا عايز اعمل فيديو، لو جيت هنا ممكن تقول له انا عايز افتح الحاجات اللي انا بس اقدر اعملها اديتابل، او عايز افتح لاست فيود، او عايز افتح سبيسيفاي. سبيسيفاي هيبدا يجيب لي اوبن، يقول لي اختار الورك سيت اللي انت عايزها. فانا ممكن من قبل ما افتح اقول له ايه الورك سيت اللي اسمها فلورز دي انا مش عايزها، الورك سيت اللي اسمها وول دي انا مش عايزها، او تقول له مثلا الليفل هي اللي انا مش عايزها والفلور هي اللي انا عايزها. ده اختيار بحس ان لو في جزء كبير انت مش هتشتغل عليه وهتقلك الشغل، فممكن تختار من الاول، وبيخلي الملف يتفتح معاك اسرع والشغل بتاعك بيبقى اسرع. تمام، لاحظت ان الجريدات مش موجوده. طبعا الاختيار ده ما بنختاروش، بس انا بس عشان اوريك ان انت تقدر تخفي او تلغي اي ورك سيت مضايقاك او فيها مشاكل. تمام، وممكن تيجي هنا تقول له اوبن، يبدا يظهر عادي خالص. طيب لو في فيو عايز تلغي الورك سيت، انا ما حبستش ان انا اتحكم في الموضوع من الورك سيت، بس تقدر تيجي هنا من ورك سيت وتخلي هنا بدل فيزابل
تخليها شو او هايد او يوز جلوبال سيتنج. يوز جلوبال سيتنج يعني عن الافتراضي بتاعه، فانت ممكن تقول له شو او هايد زي ما انت عايز الخاص بالفيو دوت، لان الفي في تبقى خاص بالفيو ده بس.